يا مساء الفل على كل مشاهدين مشاهدين برنامج مصر الجديدة قناة النهار. أهلا بيكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم مصر الجديدة. طبعا قبل ما أتكلم في أي حاجة، أول فقرة عندي الترند. مش حابب أتكلم غير كلمة في الترند. الترند دي دلوقتي بقت سمة العصر، كلمة الترند بقت موجودة في كل بيت دلوقتي وكله بيجري على الترند على السوشيال ميديا. طيب هي السوشيال ميديا إيجابياتها كويسة ولا سلبياتها اللي بتعمل مشاكل كتير زي ما شفنا الأيام اللي فاتت؟ خلونا نقسمها مع بعض كده، وخلونا نفكر مع بعض إزاي نعرف نستغل السوشيال ميديا أفضل استغلال. لو احنا هنتكلم عن سلبيات السوشيال ميديا، خلينا نقول إن سلبيات السوشيال ميديا مش كتير ومش باينة، بس بتبقى شخصيات هي اللي بتفرق وهي اللي بتزود وهي اللي بتعمل الترند في السوق، وده اللي بيتلعب عليه السوق الفترة اللي فاتت، والسوشيال ميديا بيشتغل عليه كتير قوي، والشارع المصري بيتكلم عليه حتى بالغلط. لو هما بيغلطوا كترند مثلا، حد طالع وبيغلطوا فيه، هو برضو بقى ترند. بس خلونا نتكلم في شوية إيجابيات كده. الإيجابيات بتاعت السوشيال ميديا إيه؟ لو احنا نتكلم في الإيجابيات بتاعت السوشيال ميديا، انتوا بتعرفوا معلومات، بتعرفوا كل الأخبار بتاعت الدولة، كل أخبار العالم كله، بتكونوا كله متابع، بقى ليها إيد تقيلة جدا وإيد قوية جدا في حاجات كتير جدا وفي تغيير مسار أماكن كبيرة جدا، أو بالأصح كمان دول كمان. ده السوشيال ميديا، فبقت قوة عظمى من القوة اللي هي للميديا ذات نفسها. بس في مشكلة هنا حاصلة، مشكلة إزاي أقدر أستغل السوشيال ميديا صح. طبعا من كذا يوم طبعا اتكلمنا في موضوع، وناس كتير اتكلمت في موضوع احمد حسن وزينب وايه اللي حصل لهم وازاي كانوا بيعرفوا يستغلوا بنتهم ايلين في شويه مشاكل كتير. هم دول ذات نفسهم حاله ترند، وبقوا بيستغلوا نفسهم ويستغلوا بيتهم وفتحان بيتهم ان هم يعرفوا يجيبوا فلوس. بيكسبوا، بيعملوا فلوس، بيعملوا ارقام، بيشتغلوا كويس جدا، معاهم عربيات. بس هل ايلين البنوته الصغيره الجميله دي في يوم من الايام لما تكبر وتبقى داخله كده على مرحله جواز وبنت ناس ويجي جوزها كده يطمن عليها يلاقوها ده ابوها ودي مامتها؟ الاتنين دول محترمين وكل حاجه فوق راسي، بس انتوا شغالين ايه؟ طب انا عايز اقول لكم على حاجه، ولا اقول لكم حاجه ليه؟ خلونا نطلع التقرير نشوف راي الشارع في السوشيال ميديا وموضوع احمد حسن وزينب وسلبيات وايجابيات السوشيال ميديا. نطلع التقرير ونرجع تاني ونكمل كلامنا ونخش بقى على السوشيال ميديا الرياضيه وما لها وما عليها. نطلع التقرير ونرجع تاني. وانا شايف ان هي بنتهم ومفيش حد في الدنيا هيخاف عليها ولا يحبها قدهم، تمام؟ هو صح اللي هم عملوه غلط، بس برضه ما يوصلش للدرجه ديت. هما كانوا بيهزروا، مجرد فيديو مش اكتر. بالنسبه لموضوع احمد حسن وزينب، احنا مش متفقين معاهم خالص ومش متعاطفين معاهم، احنا متعاطفين مع البنت بس، انما جزاهم من جنس العمل. احنا هنكتفي بالعقاب المادي، وان هما يبداوا يفهموا ان حياتهم الشخصيه او العائليه ليهم، وما يتاجروش ببنتهم في حوار المقابل المادي بتاع اليوتيوب. متهيألي زي ما انتم ما شفتوا شايفين طبعا الناس برضو نفس كلامي، هو نفس كلامهم، بس احنا سايبين الموقف يعدي وسايبين الدنيا تعدي. ما عندناش مشكلة ان كل واحد يطلع كل امكانياته وكل مهاراته وكل حاجته كويسة. انا مش بتكلم عن احمد وزينب بس، ومش بتكلم عن شخصية احمد وزينب، انا بتكلم عن ناس كتير جدا. حتى كمان برضو كان حد برضو طلع قبل كده، برضو طلع بيقول افهات وحاجات وعايز اقول لكم نكت والله العظيم كان الواحد كان بيسمعها من ثالثة ابتدائي وما كانش بيضحك عليها والله، وبرضه مقتنع وربنا كرمه دلوقتي وزي الفل وعمل فلوس. بس انت بالنسبه لك وايقونه في حياتك لما ابنك يخش كده على اليوتيوب في يوم، ولا يخش على الفيس في يوم كده ويكبر ويشوف باباه ايه؟ نحاول بس الموضوع ما ياخدناش، الدوكه ما تاخدناش، والزمن ما ياخدناش، والعمر ما ياخدناش، ان احنا بنعرف نعمل فلوس بس وخلاص. على فكره اي حد يعرف يعمل فلوس، والله اي حد يعرف يعمل فلوس. انا لو عايز اعمل اي حاجه غلط هعملها، اي حد في الناس هيعرف يعمل حاجه غلط هيعرف يعمل فلوس غلط. اي فلوس بتيجي باي طريقه غلط ربنا في ثواني بيبعتها لك، ادام انت قررت في حاجه زي كده. انما لما انت تحاول تعمل معادله حلوه تستغل منها السوشيال ميديا او حاجه لشغلك وفي نفس الوقت
يبقى انت اسم وسمعه كويسه وما تضرش حد ولا ضرر ولا ضرار فوق راسنا. طبعا موضوع بقى الرياضه ذات نفسه، طبعا موضوع الكابتن كارتيرون والفتره اللي فاتت وهروب الكلام ده كان كتير قوي الفتره اللي فاتت في موضوع الزمالك، وكان حصل مشاكل كبيره برده قبل منها الكابتن فايلر برده مع نادي الاهلي، الموضوع ده كان كبير قوي. بس برده اثار الموضوع سوشيال ميديا الفتره اللي فاتت، بس افضل واحد يقدر يرد لنا ويقدر يتكلم معانا طبعا المنوط بحاجه زي كده طبعا من ضمن الناس الكباتن اللي فوق راسنا طبعا، كابتن مصر كابتن نادر السيد. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا فندم. قول لنا بس رايك كده في اللي حصل في الشارع المصري الفتره اللي فاتت في الكوره، وبالذات الكوره المصريه الفتره اللي فاتت، وطبعا اللي حصل مع كابتن كارتيرون الفتره اللي فاتت مع الزمالك، وشايف رد فعلك ورايك كمان وافضل مدرب لنادي الزمالك الفتره اللي جايه ايه؟ اولا يعني للاسف ان في بعض الاوقات الناس بتتكلم على الاحتراف بتبقى كلمه حق مراد بها باطل. يعني ايه؟ يعني اساس الاحترافيه في العمل هو احترام العمل. تمام. هو الجديه، هو الاتقان العمل، هو التركيز، هو انك انت تدي اقصى حاجه عندك. انما الاحتراف مش مرتبط ابدا بالفلوس بس فقط لا غير. بالظبط. وبعدين الاحتراف اساسه هو معاملات انسانيه. المعاملات الانسانيه دي منها الالتزام، منها انك انت يكون علاقتك كويسه بالجميع، منها انك انت بتتكيف مع الاجواء اللي انت موجود فيها بشكل كويس. انما ربطوا الاحتراف بالماده بس فقط لا غير. انما في نقط كثيره جدا تحت مظله الاحتراف الناس بتنساها بمسمى ان هو ده الاحتراف. ما بقاش فيه الانتماء خالص في اي حاجه. صح. لا، مش مساله انتماء، مساله احترام. لان الانتماء معناه الاحترام. يعني مش معنى ان انا اكون منتمي لمكان معين يبقى انا كده عملت اللي عليا، لا، لازم احترم المكان اللي انا فيه. لو احنا بنتكلم على التعاقدات، فالتعاقدات ما نقدرش نقول ان كارتيرون اخطا، لانه كان وارد جدا ان كان ممكن كارتيرون يخسر ماتش واثنين وثلاثه والزمالك او مجلس اداره الزمالك ممكن يمشيه وبعد كده يبعت له ادفع له الشرط الجزائي. انما مش هتكلم على التعاقدات الخاصه بالمدرب واداره النادي. تمام. انما هتكلم على التعاقد الانساني والادبي ما بين المدرب وما بين اللاعبين والجماهير. لان كارتيرون كلنا عارفين ان هو كان ليه تجربه ما كانش ينجح مع النادي الاهلي. بالظبط. كان ليه تجربه مع الرجاء المغربي نفس الموضوع، فالتجربه الانجح بالنسبه له هي تجربه الزمالك بفضل. صح، ده حقيقي. بفضل الجماهير واللاعبين ثم مسانده الاداره دي. فبالتالي التعاقد كان لازم يكون ما يبصش بس على التعاقد المادي مع مجلس اداره النادي، لازم يبص على التعاقد الانساني ما بينه وما بين اللاعبين وما بين الجماهير، وخاصه ان انت داخل على مباراه قبل النهائي. انت عارف لو انت في الدوري العام مثلا والدوري خلاص يعني قرب ينتهي وانت مش هتنافس، انما داخل على منافسه والامال كلها محطوطه لبطوله افريقيا. ومشي في فتره زمنيه غريبه جدا. بالظبط، فتره غريبه. فبالتالي يعني قبل ما اتكلم على التعاقدات والاحترافيه والشروط الجزائيه، بتكلم على التعاقد الانساني والادبي اللي ما بين المدرب وما بين اللاعبين اللي كل العالم بيعترف بيه على فكره. صح. يعني انا مش بتكلم على ان احنا شاريين وعرب فبالتالي عندنا، لا، الاحترام الادبي ده في كل العالم وكل الناس متفقه عليه. فكان لازم كارتيرون يحترم التعاقد الادبي قبل ما يكون بيحترم التعاقد المادي اللي ما بينه وبين الزمالك. فانا الحقيقه معترض جدا ومتحفظ جدا على قرار رحيل كارتيرون فجاه ان هو يسيب الفريق في الوقت ده. طب يا كابتن، انت شايف ان كارتيرون دلوقتي او تعاقده طبعا مع الفريق السعودي، انت شايف من وجهه نظرك ان هو ممكن تبقى رحلته رحله ناجحه زي نادي الزمالك، ولا انت متوقع حاجه ثانيه؟ بغض النظر ناجحه او فاشله، مش هو ده معيار بتاعنا. انا بتكلم على المعيار. خلاص، هو مدرب نادي تاني، ينجح او ما ينجحش هو ليه وللنادي التاني. يعني مش هنقول ايه ان شاء الله يبقى يفشل عشان خاطر هو مشي. لا خالص يا كابتن، لا خالص. انا بتكلم ان هو قبل الزمالك، او قبل ما كان يمسك نادي الزمالك، كان عنده تجربتين قبل كده، والتجربتين بقوا بالفشل، فده طبيعي. ما يعني بغض النظر ينجح او يفشل مع النادي التعاون، دي مش النقطه. انما تقييم للامر ان هو زي ما انا قلت لك كده، ان كان لازم يحترم التعاقد الادبي ما بينه وبين الجماهير واللاعبين. تمام. طيب وجهه نظرك تاني يا كابتن، انت شايف افضل واحد او افضل مدرب يدرب نادي الزمالك الفتره اللي جايه من وجهه نظرك ككابتن نادر السيد؟ انا شايف الحقيقه ان
ان يعني مساله مساله اختيار مدرب، مدرب يكون عنده خبرات افريقيه، مدرب يكون عارف كويس درايه عن المباريات الافريقيه، لانك انت داخل قبل النهائي خاض قبل كده مباريات افريقيه، ممكن زي ما بيتقال فيريرا طبعا يبقى اختيار افضل اختيار من وجهه نظري، كروس اختيار جيد جدا. هل في مدربين تانيين ممكن انه، بس اهم حاجه ان اهم صفات بالنسبه للمدرب هو شخصيه البطل، شخصيه البطوله، لان مش اي مدرب ان هو يقدر يقود الفريق ان هو ينافس على بطوله. يعني يا كابتن انت بترشح ان فيريرا يبقى هو افضل واحد؟ فيريرا كان افضل واحد طول عمره، يعني انا كنت معتقد ان كان لو فيريرا كمل النهارده كان عمل اجيال جديده من اللعيبه، كان اضاف بطولات كتيره لنادي الزمالك، انما خلاص يعني هو ساب الفريق وراح، يعني او ان هو تعاقد مع السد القطري وبعد كده راح البرازيل، يعني انما ده اختيار جيد جدا، انما هل هيبقى هيحصل توافق ما بين مجلس الاداره ده اللي ما نعرفوش. يا كابتن انا بشكرك جدا يا كابتن، وشكرا لحضرتك جدا. قبل ما انهي الفقره بتاعتي انا بس هقولها لكم حاجه بسيطه جدا، سهل جدا اي حد يقدر يعمل ترند، سهل جدا اي حد يقدر يعمل اي حاجه. انا ذات نفسي ممكن اخد نفسي في الشارع وامشي عادي جدا ما فيش مشكله، لو انا عايز امشي حتى امشي من غير جاكيت، امشي من غير قميص، امشي من غير اي حاجه وامشي في الشارع، يقول لك مذيع برنامج مصر الجديده قناه النهار ماشي من غير قميص، هبقى ترند والله وهعمل فلوس وهعمل ارقام. دي سهله جدا على فكره، والله سهله جدا، بس ازاي يكون عندك سي في محترم لاولادك والاحفادك تقدر تقول لهم يا اولاد انا اهو ابوكو او جدكو كان اهو على السوشيال ميديا او على يوتيوب. نطلع فاصل ونرجع تاني وما تمشوش، احنا عندنا شويه حاجات كتيره جدا منهم ازاي كسيده توافقي ان انت تجوزي زوجك لواحد تاني، هل توافقي كست مصريه ولا لا؟ نطلع فاصل ونرجع تاني. الزوجة التانية، الزوجة التانية دي عنوان فقرتنا الحلقة دي أو الفقرة دي. الزوجة التانية طبعا ناس كتيرة جدا في مصر أو سيدات كتيرة جدا في مصر ما بتقبلش بالجملة دي، إن أنا إزاي أبقى زوجة تانية أو زوجي يتزوج عليا. طبعا النقطة دي في ناس كتيرة طبعا كانت بتثيرها الفترة اللي فاتت، وكانت مشاكل كبيرة جدا لمشاكل أسرية وناس كتيرة بتتطلق. بس في حاجة غريبة حصلت، المبادرات اللي بتطلع الفترة اللي فاتت النداء بالزواج بالزوجة التانية. طب ده راجل بيطلعها؟ لا. فطبعا دي فقرتنا، الفقرة دي فقرة مهمة جدا، هل الست المصرية بتقبل بالزوجة التانية عليها على الأقل حتى للهروب من شبح الأنوثة في المجتمع بتاعنا ولا لا؟ معانا الأستاذة دعاء عبد السلام الكاتبة الصحفية، زي حضرتك؟ أهلا وسهلا بيك وأهلا بكل مشاهدينك ومتابعينك، مبسوطة جدا أن أنا معاك في مصر الجديدة. أهلا بيك يا أستاذة. فهمينا بقى، أنت ليكي وجهة نظر في الموضوع ده في تعدد الأزواج، وأنت كمان بتنادي بحاجة زي كده، وليكي مبادرات قبل كده حصلت. صحيح. في حتة أن أنت لازم يبقى في زوجة تانية. صحيح. فهمينا بقى. هو أنا يعني عملنا مسح كده عشوائي مؤخرا على الظواهر المجتمعية اللي ظهرت في مجتمعنا المصري تحديدا، اكتشفنا اكتشاف مذهل ان الست المصرية ذو بصمة نفسية مستقلة شويتين، خلينا نقول بين قوسين عندها حب تملك، حب تملك لجوزها، لجوزها اللي هو ده بتاعي محدش دعوة بيه، حتى لو انا حلوة وحشة، انا موفية انا مكفية. فالموضوع دخل في حتة كده ممكن نقول عليها مرضية. لكن لو جينا بصينا ده ايه مرجعيته، ملهوش مرجعية، ملهوش اصل، ملهوش تفصيلة. زي ما حضرتك قلت، انا برفض كلمة العنوسة. ارتفاع سن الجواز عند الست وعند الراجل ده مؤشر خطير جدا، بس دي مشكلة مجتمعية. معاك جدا. ايه الحل؟ الحل ان احنا يبقى فيه فعلا مجموعه من الاقتراحات اللي بيها يبقى الراجل بدل ما هو متجوز واحده يتجوز ثانيه يتجوز ثالثه لو هو عنده المقدره، وخليني اقول لك المقدره مش لازم تبقى ماديه،
المقدرة في اللي هي النفسية دي أهم حاجة، إن هو يبقى عنده توازن نفسي في إن هو يقدر يكون ما بين ده ما بينها وما بين التانية. لكن للأسف إحنا هتلاقينا إحنا على مستوى الوطن العربي هتلاقي لا، الست المصرية مجرد بس إن هي تسمع العنوان اللي حضرتك لسه قايله، إن هي طماعة في جوزها، إن هي عايزة جوزها محدش يلمسه، ده بتاعي، ده بتاعي أنا، وكأنما ده مثلا يعني مكتوب على اسمها ومحدش ليه دعوه. لو جينا بصينا الموضوع تفصيلا تاني، انت جبتي ده منين؟ هو بتاعك. ماشي، بس ثانيه واحده بس يا استاذه، يعني دلوقتي انت شايفه ان في شباب كتيره برضو مش مقتدره حتى ان هم يقدروا يتجوزوا جوازه تانية او يفتحوا بيت تاني. تمام، فطبيعي هي ليها حق برضو ان هي تقول ان هو مش عارف يتجوز الجوازه التانية، هو عارف يصرف على الجوازه الاولانيه عشان يصرف على الجوازه والله التانية. ممكن الزوجه التانية تصرف تشارك، هي الموضوع مش مرجعيه ماديه. يعني انت شايفه ان المشكله مشكله ان الزوجه الثانيه هي اللي تصرف على الراجل؟ لا، مش قصه. بص حضرتك، خلينا نتكلم بكل يعني اريحيه. المتغيرات الماديه كده كده موجوده. تمام. وكده كده انا وانس ان انا قبلت بده زوج وشريك لحياتي، انا هقبله على كل اللي عليه. تمام. سواء هو معاه معهوش، هو ربنا اللي قال كده مش تمام. انا تمام. طيب دلوقتي انا المعيار اللي عندي، انت معاك ولا معاكش؟ طب افرض انا معايا بس انا عايزاك، انا عايز اتجوزك انت، يبقى ايه المشكله؟ يبقى وده في الدين على فكره، يعني احنا طبعا مش هندخل في جانب الدين لان دي مش سكتنا، يعني احنا مش اهل زيك. هو موضوع اجتماعي ملوش دعوه بيني، خلينا نتكلم في حاجه مجتمعيه. بالظبط، يعني خلينا نقول انا دلوقتي المعيار عندي هو معيار زي ما قلت لحضرتك في الاول، هو معيار نفسي. انت هتقدر توازن ما بين الاثنين؟ هتقدر اللي هو يبقى دي راضيه ودي راضيه؟ ده بقى المشكله اللي هتقابلك في ايه بقى، في ان الست الاولانيه او الزوجه الاولانيه هتكون عامله معاك مع الزوج يعني ايحاءات كتيره جدا، في انك انت لا بتاعي، وان انت لو عملت كده انا هكسر وهعمل وانا هتطلق. وطبعا خليني اقول لك حاجه مهمه جدا. اتفضلي. ودي انا بقولها من خلال منبرك الاعلامي، أنا ضد حاجات كتيرة جدا في قانون الأحوال الشخصية اللي هو بيقول إن الراجل ما يتجوزش إلا بمرجعية لمراته. ليه؟ مين جبتها منين؟ يعني في حاجات في التشريع فيها لغط كتير وفيها ثغرات كتير ملهاش. أنا هقول لحضرتك على حاجة يا أستاذة، دلوقتي حتة إن القوانين أو الأحوال الشخصية أو حاجة زي كده بتسن الفترة اللي فاتت دي، أو في تعديل بيحصل اللي هو قانون الأسرة. لسه في مناشدات، وأنا من الناس اللي أنا بقول إن أنا بناشد بقالي فترة ان لازم الملف ده يتفتح تاني ويتعمل له ابديت. احنا طيب بقالنا 100 سنه ماشيين على نفس الرولز. وصدقني يعني هي المشكله، خليني اقولها لك بمنتهى الامانه وانا ست وعلى مسؤوليتي، المشكله والهيد الاساسي الست، لان الست في المقام الاول. طب ما تيجي ناخد راي الشارع كده. يلا بينا. عايزين ناخد رايك بقى، من حق الزوج انه يتدلع في بيته؟ طبعا لازم الزوج يتدلع والزوجه تدلعوا، اهم حاجه الزوج لو اتدلع هيدلع. ما كانش يتدلع في بيته هيتدلع فين؟ يبقى يطلع بره بقى، ما يبقى يبص للحرام. ما هو ده طبعا لازم الواحد يتدلع في بيته. المراه اللي ما تدلعش جوزها يبقى ما ينفعش، يبقى بالسلامه. واحنا قادرين على واحده ما نقدر على الثانيه والثالثه والرابعه. الانسان اذا كان عايز يتجوز مره او اثنين او ثلاثه لازم يكون في مبرر، إذا كانت الزوجة مريضة، إذا كان في حاجة، إذا كان مثلا يريد يبغي الذرية الصالحة، الزوجة ما بتخلفش، الحاجات دي بس. إنما أنا مش بأيد حتة إن إيه يبقى واحد مثلا عنده زوجة واثنين وثلاثة وهم كلهم كويسين. طبعاً موضوع تعدد الزوجات لو توفرت فيه الشروط فهو شرع ربنا سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنا من رأيي، يعني هو مش رأيي ولكن هو مقتبس من كتاب الله عز وجل، إذا توفرت الشروط وقدرت إن أنا أعدل بين الزوجات فده أمر عادي. ولكن للأسف الشديد معظم الزوجات مش بيقبلوا كده، حتى وإن عدل الزوج فيعني اللي بيحكم هنا هي الغريزة والطبيعة البشرية اللي هي زوجي لي أنا فقط. يعني بالنسبة لموضوع تعدد الزوجات، هو طبعا هذا الموضوع قطع بحثا، ما نقدرش نقول ان هو حرام شرعا او عرفا او اي شيء، لا هو حلال طبعا، ولكن في شرط مهم احنا ناسينه، شرط الكفايه. ان الكفايه زي ما هي ماديه في كفايه عاطفيه، من منا الان يملك الكفايه الماديه ويملك الكفايه العاطفيه اللي بتجعله
ان هو يساوي بين الزوجات سواء 2 أو 3 أو 4. عجبتني كلمة الدلع دي قوي، حتة ان الراجل ازاي لو اتدلع في بيته. ما طب ما في ناس على فكرة، في رجالة كتير برضو بتبقى متدلعة في بيتهم برضو بتتجوز جوازة تانية. ما هو معيار الدلع ايه؟ هو مش معيار الدلع بس، هو خليني اقول لك يا استاذي الفاضل، يعني هو الفكرة احتياج. يعني انت شايفة كلمة ان الراجل عينه فارغة ده ضده؟ طبعا دي ضده، يعني الست هي اللي طلعت الكلام ده. طبعا تشوهات. هخلي حد يرد عليكي في موضوع الراجل اللي عينه فارغه دي. معانا مداخله دلوقتي، معانا استاذه رحاب بدوي ادمن جروب يوميات زوجه مفروسه. اوكي استاذه رحاب بدوي، اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. الجروب من الواضح ان الجروب اسمه اصلا باين، يعني مفروس. ما شاء الله. ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، اهلا بيكم. حضرتك طبعا سمع الكلام اللي فات ده كله طبعا من الاستاذه. وعندي ردود لكل كلمه. احنا يا جماعه مش ضد الرجال، احنا طيب. مش ضدهم. تمام. انا عايزه اقول بالنسبه لحكايه التعدد الاول عشان نخلصها نقطه نقطه. الراجل عاوز يتجوز على مراته، انا مش ضد الشرع يتجوز، بس بشرط لازم يقول لها ولازم هي توافق. لا مش ليك حق يتكمل، يا ما تكملش، ده حقها. ما فيش حق. طب هو الشرط ده ازاي؟ هو الشرط ده ازاي؟ الشرع اصلا شرط ان هو يبلغها، ده مش من حقها شرعا. مش حقها. ازاي مش حقها؟ ده قانون حضرتك الدخيل ملهوش مرجعيه شرعيه، والكلام ده على مسؤوليتي. راجل هي كمان من حقها تختار تعيش او ما تكمل. لا 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 لا، مش من حقك ان انت اصلا انك انت تقولي يتجوز او ما يتجوزش. يا استاذه دعاء عايزه اقول لحضرتك عليها، اولا بتقولي لي انت الراجل لما بيتجوز الست بتقول ده بتاعي. طبعا بتاعها. وهو لما راح لابوها واخدها، ما هو خدها وبقت بتاعته، هو ما يبقاش بتاعها ليه وازاي؟ هو حضرتك انت لسه قايله ان التعدد ده حلال ربنا. الاجانب لا، هو مش بتاعك لوحدك. الست عندها حب تملك. لا 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 لا، الست اللي عندها حب تملك تروح تتعالج. تروح تتعالج. الست من ناحيه هو بتاعها، بتاعها لما راح خدها من بيت ابوها ومضى على عقد فهو بتاعها. في كمان حاجات في الشرع موجوده، في عقود موجوده دلوقتي في السعوديه والكلام ده حقيقي، وتقدري تسالي وتشوفي فيه عاملين فيه شرط ان الزوج ما يتجوزش على زوجته. حضرتك بتشجعي على خراب البيوت. النبي عليه الصلاه والسلام بتشجعي على خراب البيوت وان الست. طب نسمعها الاول، نسمعها الاول ونرد عليها. قوانين ملهاش مرجعيه شرعيه. السعوديه حضرتك ماشيه على التعدد زي كده، الميه والاكل زي الفل. زي الفل. حضرتك الست المصريه تحديدا دايما ليها راي تاني. استاذه رحاب، استاذه رحاب، هي استاذه بتقولي التعدد حلال وفي نفس الوقت بتقولي من حقها ان هي تمتلكه. ازاي وما اتكلمتش في الشرعيه؟ وخدي بالك لما تبقى مراته ومرات وهي وعند زوجه تانية، ما هو برضه بتاعها، بس بقى بتاعها بقى خدت نص، يعني ايه؟ طيب هي الاستاذه يا استاذه رحاب، السعوديه موجود. نعم استاذه دعاء قالت من شويه، قالت ان اللي رافض التعدديه او السيدات اللي رافضه التعدديه هي كده محتاجه ان هي تتعالج نفسيا. لا، محتاجه حقوق وواجبات يا استاذي، محتاجه حقوق وواجبات. حقوق وواجبات. في ناس كتير موجودين، خليني اقول لك حاجه بليز، كلمه منطقيه جدا، وطلعوا ترندات في يوتيوبر الواجبات بنلاقيها دايما. طب ممكن نسمع بعض يا استاذه رحاب؟ هي يعني دلوقتي الاستاذه دعاء قالت حضرتك استاذه دعاء حضرتك قلت دلوقتي ان الكلام اللي هي قالته هو كلام مطاطي، كلام كبير جداً. الموضوع مش متوغل خالص على اي حاجه اساسيه. صحيح. محتاجين بس معلش نسمع بعض كده ثانيه واحده. دلوقتي حضرتك قلتي ان الست لازم تقبل حاجه زي كده وتكون قابله بموضوع زي كده بتعدد الازواج. لا مش حقها، من حقها. يا تقبل يا ترفض. هو معلش حضرتك، هو الشرع اباح للزوج ان هو يكذب على الزوجه لما يقول لها انت جميله وهي وحشه. ده حلال. لا لا يا فندم. لا 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 لا. والله يا فندم ده بيحصل يا فندم، بتبقى وحشه جدا ولا الله انت قمر، ده مش كذب وشين وش عارفه. مش من حقها لما يبقى يا فندم، لما اتكلم. طب هو انا راجل في النص يا استاذه، خلي بالك برضه. طب اتكلم بس جزئيه ان هو عايز يتجوز لازم يجامل هنا ويجامل هنا، والعدل بتاع ربنا الايه القرانيه يا فندم. العدل هو اساس المشاعر مش حاجه ثانيه، احنا فاهمين النص غلط. تعدلوا فواحده ولا انت ده في المشاعر مش حاجة تانية يا استاذة. والعدل في المصاريف، والعدل في وجوده معايا. لا يا فندم، لا يا فندم، انت المفروض انت ما قبلتي. ما قبلتي، ما قبلته قبلته. طب ارد اقول ايه؟ ما هو ثانية واحدة. طب يا استاذة رحاب، استاذة رحاب محتاجين نسمع بعض. اول نقطة، النقطة الثانية بس معلش. دلوقتي المشاكل اللي على الجروب اللي انت لازم تحسوا فرق ان انا مش معاكم، يعني انا لو معاكم كان ممكن، بس اعرف ان مش زي ما اكون قاعدة معاكم. طب انت قادرة تسمعينا دلوقتي؟
تمام. طيب تمام. دلوقتي المشاكل اللي بتحصل على الجروب ان انتوا في اوقات كتيره جدا ممكن ده اللي انا عرفته يعني ان انتوا ممكن تدوا نصايح لواحده لسه عايزه تتطلق وممكن تتطلق بسبب جروبات بسبب حاجات زي كده. مش حقيقي الكلام ده، مش حقيقي. ده طيب. حقيقي. الكلام ده مش حقيقي. ده حقيقي الكلام ده مش حقيقي. الجروبات دي سبب خراب بيوت كتير وضعف. انا لو يا فندم انا برفض ده بنفسي. طيب ثانيه واحده، بحكم شغلي بحكم يا استاذه ثانيه واحده، يا استاذه ثانيه واحده عشان نسمع بعض بس. طيب دلوقتي هي قالت مش صحيح، ليه حضرتك قلتي ان الموضوع صحيح وانت لسه قايله لنا الكلام ده دلوقتي؟ ازاي مش صحيح الكلام ده؟ موضوع ايه؟ اللي هو موضوع ان في جوازات بتحصل او في طلاقات بتحصل في الجروبات دي، حضرتك لسه قايله دلوقتي قلت الكلام ده صحيح بيحصل؟ ايوه بيحصل. هم بيقووا الست انها تقتنع وتخليها تستقوى بقوانين اصلا لم ينزل الله بها من سلطان، وخلط يا فندم في التشريع وخلط في القوانين وخلط في التفكير يا فندم. حقوق ايه واجبات ايه يا فندم؟ هو دلوقتي الراجل عايزين نتفق اتفاق، هو من حقه يتجوز او من حقه يتجوز، ايه التعارض بين ان هو بقى حقوق واجبات اللي هي ايه يا فندم؟ اللي هي ايه؟ طب يا استاذ رحاب معلش عايزين نعرف بس الراجل اللي ليه حق ان هو يتجوز يكون ازاي يقدر مكفي بيته من الحقوق والواجبات؟ يعني انا مثلا راجل عايز اتجوز جوازه ثانيه، فاشوف ان انا وجهه نظري ان لو انا هتجوز جوازه تانية، ما هو اللي انا هتجوزها دي مش حد تاني، ما هي انثى برضه، يعني انثى برضه محتاجه ان هي تتجوز او ايا كان محتاجين ان احنا او هي محتاجه ان هي تخش في مرحله ان هي بعد ما كانت انسه بقت مدام وبقى ليها ابن او ليها او ليها او ليها حياه ايا كانت وليها حق في الزوج ده وبقى بتاعها. مش حلو ماشي بتقول. ماشي جميل جدا. الثانيه بقى بتاعها زي ما هو بتاع الاولانيه كده بقى بتاع طيب. اثنين ولو جميل جدا بتاع أنا... ثلاثة. ماشي يا استاذه بس محتاجه ان افهم حاجه. هو بتاع الاربعه طيب. لو هنمشي هو الشرع بيقول بتاع الاربعه صحيح. الشرع بتاع ربنا بيقول ان هو بتاع الاربعه صحيح. بس احنا بنتكلم دلوقتي انتوا شايفين من وجهه نظركم ان انا كراجل لما اجي اتجوز جوازه تانية ايه الشروط اللي انتوا حاطينها ان الراجل كده يبقى عنده امكانيه ان هو يتجوز جوازه تانية؟ بالمشاعر الست من حقها توافق. لو الست وافقت وقبلت في ست تانية وثالثه ما خلينا بس نسمع الاول عشان نرد عليك يا استاذه يا استاذه يا استاذه دعاء خلينا بس نسمع مع استاذه خلينا بس نسمع الاستاذه معلش كمل اتفضلي يا استاذه رحاب اتفضلي. كلام مش لوجيك يعني. اولهم الست لازم توافق. جميل. ان وافقت بقى تمام، لكن ما تتشغلش وتعمل فيها قوي وتاخد بعضك وتروح تتجوز من وراها. طب هي الست خلينا نقول ان الست دي مش هتوافق، يعني ده شرط تعجيزي، الست طبيعي جدا مش هتوافق، ده طبيعي. لا والله في بيوافقوا كتير والله ابدا. ما هو بيوافقوا كتير لو فيها مشكله مثلا. انا هقول لك حل لطيف بقى. خليني اقول لك على حاجه يا استاذي، في ستات كتير بتوافق وبيطلعوا ترندات على الفيسبوك والسوشيال ميديا اظن موجودين وناس كتير شافوهم. لا ولا زوج اول واخد زوجه ثانيه واخد مراته الاولانيه تحت باطه والثانيه موجوده معاه والاثنين راضيين وقابلين وبيعملوا سيشنات وحاجات ظريفه جدا. طيب خلاص يبقى احنا قلنا اول شرط ان الست الاولى او السيده الاولى توافق على الجواز من الثانيه. الشرط الثاني النبي عليه الصلاه والسلام مرضي سيدنا علي يتجوز على ستنا فاطمه على فكره يا جماعه ما فيش وجه مقارنه ولا قياس. طب يا استاذه يا استاذه رحاب نعم. الشروط اللي انتوا حاطينها فاطمه ولا هو علي. طب يا جماعه ثانيه واحده بس الشروط معلش اللي انتوا حاطينها دلوقتي، الشرط الاولاني ان الزوجه الاولانيه تبقى عارفه بزواج الراجل او جوزها من واحده ثانيه، الشرط الثاني او الشروط الثانيه اللي انتوا حاطينها ايه او انتوا من وجهه نظركم تبقى ايه؟ انه يقدر يكمل معاهم ويعدل في المشاعر قبل الفلوس. اذا كان ماشي الشرط الثالث ثانيه يعني واحده انا على فكره على المستوى الشخصي اعرف ناس موجودين على المستوى الشخصي. طيب الشرط الثالث الشرط الثالث بس والله ما في شروط ثاني احسبها كده معايا كل طيب. هتوافق في حد ذاته هي عدت بقيه الشروط. طيب يعني هما الشرطين دول اساسيين صح؟ بس وخلاص. طيب مرجعيته راي فندم. طيب يا استاذه رحاب ممكن نسمع ممكن بقى نسمع معلش طب ممكن نسمع بقى راي معلش الاستاذه دعاء. استاذه دعاء ايه مرجعيتها؟ يعني هي جابت ده من منطلق ايه؟ ايه انا دلوقتي ما بطالب بحاجه. مين اللي سنن القوانين دي تقصدي؟ انا دلوقتي ما بشترط عليك حاجه، انا بشترط عليك ده بيني وبينك. تمام. ما اقولش بقى ربنا، ما اقولش ده النبي، ما اقولش ده الكنيسه اللي قال، لا 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 ما اقولش كده. طيب اقول ده بنتكلم في حاجات مجتمعيه. بص يا فندم هقول لحضرتك حاجه يعني عشان نختصر كلام كتير قوي وجدل كتير قوي لان الموضوع جدلي فعلا. خلينا نتفق على حاجه محوريه اساسيه، ان الجواز ده عقد ولا عقد شريعه المتعاقدين. هو حضرتك احنا ممكن نحل كل ده بحاجه لطيفه جدا ودي هنزنق كل الستات المفروسه في خانه اليك اللي هي ايه؟ حضرتك قسمت الجواز مش في بند شروط؟ صح يا فندم. حضرتك مين في كام واحد في مصر بيكتب شروط؟ طب ما ايه حضرتك اكتبي في بند الجواز ان هو في حاله اذا اتجوز عليكي تبقي انت طالق. صح؟ بيحصل يا فندم ولا ما بيحصلش؟ بيحصل. هل ده وارد؟ خانه الشروط دي اب تو يو، انت بقى اعملي بقى اللي انت عايزه تعمليه، لكن ما نقعدش بقى نعمل ايه؟ يا استاذ رحاب انت معانا؟ استاذ رحاب يقول انت كل ده عايزه ترفعي عنه الحرج، وانت بترفعي عنه الحرج ليه؟ هو مش راجل وقادر وهيفتح بيت واثنين ما يروح يقول لا هو مش لازم يبقى قادر ماديا. مش لازم.
والله بصي، القضايا المادية على سيدي حضرتك يعني بتقول ان في كتاب تاريخ هتلاقي نماذج يعني كتيرة جدا. هي بتقول ان في ست تقدر تعول نفسها. طب اتفضلي كملي. يعني في مقدرة على ست تقدر تعول نفسها. والله بالنسبة للست اللي تقدر تعول نفسها ومش هيبقى مجهود ولا لود عالي على الراجل، بما ان الحكاية فيها دخلة مادية برضه مش لأ، لأنه لازم يكون مسؤول عن الاثنين. أمال فين القوامة؟ انت ليه بنبعد عن الدين؟ والله ده يا فندم يا استاذ يا استاذه فين القوامه؟ افرضي افرضي يا استاذه انا راضيه. ده طب صحيح، هو الموضوع عرض وطلب يا استاذه. صحيح ان هي 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 ممكن تبقى واحده راضيه، مفيش مشكله. تمام، ايه المشكله؟ طالما الظروف اتيسرت وموجود ست مش هتحملنا فوق طاقتنا والكلام ده، مفيش اجابه للي انا قلته. كم الرجوله المرجعيه ايه؟ إيه هي؟ احنا بنقول شروط يا فندم، احنا تقمصنا ان احنا اصحاب حق فيها. طب ما تيجوا نعمل حركه كويسه جدا. طب يا جماعه بس يعني استاذه دعاء والاستاذه رحاب، بعد اذنكم احنا هننزل سؤال دلوقتي. السؤال ده هننزله ونتمنى ان هو يتحط طبعا على الصفحه بتاعه الاستاذه دعاء وصفحه عندكم برضو كمان، نقدر نتكلم في موضوع التعدد. التعدد ده الشروط الافضل ايه؟ والشروط التعجيزيه اللي طبعا حضرتك لسه قايلها يا استاذه لحد دلوقتي ان شرط مش تعجيزيه. لا هو شرط تعجيزي. انا هقول لحضرتك على حاجه. فين التعجيز؟ ان نقول التعجيز ان نقول يا جماعه انتوا عايزين ترفعوا عنه الحرج، ده راجل كفاءه وقادر وعاوز يتجوز مره واثنين وثلاثه، ايه مشكلته انه يرفع عنه الحرج؟ ما ارفعش عنه الحرج ليه؟ ارفع عنه الحرج ليه؟ ده حقه. ايه الخوف يعني؟ خايف واحد ليه؟ ربنا اديله حق. انا اتعنت ليه في ان هو يستخدمه؟ طيب نقدر نعمل حلقه. هو احنا هنبقى استغفر الله العظيم. طب يا جماعه هنقلل نفسنا على الراجل في ان احنا طب محتاجين ان احنا ندخل. طب احنا محتاجين ان احنا ندخل يا جماعه اراء ناس كتير جدا، محتاجين ان احنا نعمل سؤال او حلقه كمان برضو تبقى مطوله في حاجه زي كده، ونحاول نوصل لحلول. ممكن يكون احنا لينا السبب في حاجه زي كده، او ممكن تكون الفقره دي بالنسبه لنا ممكن تبقى نقطه فاصله في تعديل افكار او تعديل مفاهيم مجتمعيه وليست دينيه. تمام كده. طيب. كده خلينا بس نتكلم في نقط بسيطه. ان احنا والله دلوقتي والله يا استاذي المجتمعيه مرتبطه بالدينيه. لا. خاصه ان انتوا لما بتيجوا تتجوزوا بتقولوا الشرع، اهي مرتبطه بالدينيه اهي. انا ما جبتش الكلام ده من عندي. طيب تمام عن ماشي، بس هو الشرع بقى. هو الشرع يا استاذ، ما هو النسق الاجتماعي ده حضرتك انت اللي بدعتيه. انت اللي بدعت النسق الاجتماعي ده في مجتمعنا. حضرتك لو عملت مسح على مستوى الوطن العربي مش هتلاقي النسق المجتمعي بتاعك ده موجود في اي دوله عربيه، هتلاقي ان كله عادي. الف الف مبروك. طيب نقدر نعمل السؤال ده يا جماعه؟ معلش احنا السؤال ده هيتكتب دلوقتي، هنتكتب في برنامج مصر الجديده والصفحه عندنا برضو في مصر الجديده، وبرضو عند الاستاذه دعاء، وبرضو عند الجروب بتاع جروب يوميات مفروسه زوجه مفروسه. احنا هنحط السؤال ده بسيط. الشروط لان الست تقبل بزواج من اخرى لهروب الانثى من شبح العنوسه في الفتره دي في مجتمعنا. السؤال ده مهم جدا جدا جدا. طبعا السؤال ده هيتحط الفتره دي، هيتحط دلوقتي على الاستراب عندنا، وهيتحط ويا ريت نحاول نوصل او نتواصل علشان نقدر نوصل لحلول، نقدر نوصل لشويه افكار ممكن تساعدنا، ممكن تساعد المجتمع المصري اللي هي المشكله الازليه اللي ما بتتكملش. انا بشكرك جدا طبعا، انا بشكركم جدا طبعا، بشكر استاذه دعاء عبد السلام الكاتبه الصحفيه سيلي. وبشكر الاستاذ رحاب بدوي ادمن جروب يوميات زوجه مفروسه، اللي هو كل واحد ليه وجهه نظره. بس انا استغربت حتى اسم الجروب تحس ان استغربت ان حضرتك انا استغربت ان حضرتك وفي ناس كتيره برضو سيدات بينادوا بالتعدد علشان خاطر الراجل مش بتاع واحده. ده حقيقي، والشرع بيقول كده. ده حقيقي، وهم برضو وجهه نظرهم ان انت لو انت عايز تتجوز تانية وراجل مقتدر للدرجه دي وشايف نفسك قوي لازم توافق الست الاولانيه او الزوجه الاولانيه. ملهاش علاقه. طيب احنا هنحط السؤال ده. مش حقهم، مش حقهم يا فندم، مش حق الست ان هي يبقى الراجل بتاعها لوحدها او ان هو ينسق. نجيب الاستاذه بتاعت الجروب الاستاذه رحاب الحلقه الجايه، وحضرتك تبقي موجوده معانا، ونحاول نعمل حاجه زي كده، بس على شرط الاتفاق بتاعنا اللي احنا هنعمله ان الاسئله والاجابات بتاعت السيدات اللي هتبقى موجوده في كذا حاجه دلوقتي او في كذا صفحه عند حضرتك وعندي وعند الجروب بتاعهم، هنشوف الحل، نشوف افضل حل نقدر نوصل بيه ونكون كلنا مرتضين بحاجه زي كده، اللي هي المشكله كلها احنا كرجاله الحمد لله الموضوع كله خناقي ما علينا يا جماعه. انا بشكرك جدا ست الكل، بشكرك جدا. جدا بشكرك جدا. بشكر الاستاذه دعاء عبد السلام الكاتبه الصحفيه، ونطلع فاصل ونرجع تاني، واستنونا ما تمشوش، فقراتنا كويسه وفيها شويه سسبنس حلوه قوي. نطلع فاصل ونرجع تاني.
طبعا قبل ما نطلع قبل الفاصل انا عايز اقول لكم ان كانت الفقره اللي فاتت دي عن التعدد وعن الزواج وعن 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 حاجات كتير جدا برضو، بس برضو النقطه المهمه جدا للست وهي بتتجوز المطابخ. طبعا الفقره بتاعتنا الفقره الشهريه عن مطابخ البيت الحديث، واحنا بنتكلم عن المميزات لمطابخ البيت الحديث ونتكلم عن نصايح ان 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 والست وهي رايحه تتجوز ازاي تقدر تختار حاجه مظبوطه، مساحه مظبوطه، تقسيط مريح، وفي نفس الوقت كمان حاجه يكون فيها سيفتي وامان. معانا المهندس احمد نبيل رئيس مجلس اداره شركه المطابخ البيت الحديث. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا استاذ طه. اهلا بيك ومنورنا الشهر ده. ربنا يخليك يا استاذ طه. محتاجين نتكلم كده في كذا نقطه. اتفضل. ازاي الواحده وهي داخله تتجوز تقدر تختار مطبخ سيفتي ليها؟ يعني المطابخ الخشب في اوقات كتيره جدا لا قدر الله في اي كهرباء او ماس او حريق او اي حاجه حصلت، طبعا المطبخ من اول الحاجات اللي بتولع. انتوا عاملين سيفتي في حاجه زي كده؟ ولو انتوا عاملين سيفتي في حاجه زي كده عاملين ايه بالظبط؟ السلام عليكم، رب تكونوا بخير عملائنا البيت الحديث ومشاهدين النهار. ونبدا بقى كلامنا بموضوع ازاي تختاري المطبخ والسيفتي. بالظبط. احنا اول حاجه واحنا بنتجوز في شوية أخطاء كده احنا بنقع فيها عايزين ما نقعش فيها تاني. الأخطاء اللي بيقع فيها هم بيختاروا المطبخ. تمام. أول حاجة خالص أستاذ طاهر إن احنا بنبقى ركبنا السيراميك بتاعنا. دي أول غلطة شائعة موجودة عند معظم الناس، الجزء قليل قوي اللي ما بيفهمش أو بيبقى عارف القصة دي. ما ينفعش أكون عامل سيراميك وأروح للشركة لأن أنت بتفقد 70% من قيمة التصميم. يعني هو انا المفروض وانا داخل اعمل المطبخ ما ينفعش احط السيراميك الاول؟ ينفع، بس بتفقد المصمم 70% من قيمته انه يديك حاجه كويسه. هيديك في الاخر. فهمت قصدك. يعني في الاخر هنحاول. تمام. لكن خليني من الاول خالص انا اللي اقول لحضرتك السباكه في الحته الفلانيه، الشباك في الحته الفلانيه، الصرف في الحته الفلانيه، الحوض، الغساله، الثلاجه تتحط فين، البر يتعمل ازاي، المطبخ، عشان اخد ال 100% حقي في التصميم نفسه. عشان تقدروا تستغلوا اي سنتيمتر حتى مش موجود تقدروا تستغلوا فيه. لاني محتاجه. بتحتاجه انت في المطبخ؟ محتاج السنت هنا. يعني يبقى الافضل واتنين لسه مقبلين على الزواج ان هم وهم داخلين حتى ما يعملوش اي سيراميك خالص، يجيبوا شركه مطابخ او شركه مطابخ البيت الحديث، يجيبوا هم اللي يحطوا السيستم كله كامل بتاع المطبخ. مظبوط. هنا بقى بنخش بقى جوه حاجتين، في شركات عندها السيستم ده كشركات طبعا عريقه ان يطلع للعميل مره واثنين و10 و20 ما فيش اي مشكله. تمام. وفي شركات بيقول لك لا اركب السيراميك وبصراحه يعني مش عايزك توجع دماغي، فده خلاص ده قصته منتهيه يعني. اللي حصل حصل وخلاص. لكن الاول اول حاجه انت حضرتك بتيجي على المطبخ وهو مش معمول له اي حاجه، طب هتعدل برضو قبل التعديل، ده مهم قوي. اول نقطه لازم نبقى فاهمينها كلنا وعارفين قبل ما نعمل مطبخ ان ما تفقدنيش اي ميزه. انا عايز الميزه كلها عشان اقدر اخدمك واقدر افيدك، ما تفقدنيش. يعني حاول ما تفقدنيش. طيب السيفتي بقى، السيفتي بتاع مطابخ البيت الحديث وصلتوا لدرجه ايه؟ ان انتوا الحمايه في البيت بتبقى واصله لدرجه ايه؟ تمام. احنا بالنسبه للسيفتي عامه احنا كانت عندنا مشكله في تقبل الاخشاب، احنا بنحب الخشب كلنا عشان نبقى ايه طبيعي متفقين. طيب احنا كان عندنا مشكله كبيره جدا استاذ طاهر في ان الخشب اوقات ممكن يتاثر بالحراره، اوقات او كل الاوقات ممكن يتاثر بالميه. طبعا احنا بنتكلم احيانا او الناس بتتكلم ان الخشب معالج، هو معالج الحقيقه لكن لدرجه معينه. الخشب الموجود بتاع المطابخ عادي بيبقى خشب معالج بس لدرجه معينه. لدرجه معينه يعني لو انا استخدمت المطبخ اكتر شويه او الميه وقعت فيه غصب عني او 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 لازم هلاقي مشكله. تمام. فاحنا قررنا ان احنا نعمل قطاعات خاصه بينا تبقى بتاعتنا، تقربنا لشكل الخشب، ملمس الخشب لكنها منتج الومنيوم. ومش اي الومنيوم بقى، يعني الومنيوم معالج. الالومنيوم نفسه لا مش معالج، الالومنيوم نفسه ما فيهوش اي مشكله، لكن اذا انا جمعته مظبوط وسستمت المنظر بتاعه وخليته زي الخشب كده بالظبط، هبقى انا باصص على المنتج لا يمكن الاقي افرقه ما بين الخشب وبين الالم. لا يمكن، ولا حتى لو لمسته. يعني حتى لو لمسته مش هتفرق، هو كل الموضوع انك خدت خامه
تقعد بقى 20 سنه 30 سنه 40 سنه على حسب بقى اعمارنا كلها، ربنا يدينا طول عمر يعني. بس انا لاحظت ان هي فكره ان انتوا السيفتي بتاعكم اللي هو انتوا بتحطوا حاجات للميه وبتحطوا حاجات لو في اي حاجه، طبعا الالومنيوم خلاص هو كده ما فيش لا قدر الله ماس او اي حاجه حصلت وولعت في المكان لا قدر الله في بيت او حاجه، متهيألي ده من رابع المستحيلات ان هو يولع او يحصل فيه اي مشكله. الالومنيوم كويس والشركه كويسه، لازم نحط. لا فهمني النقطه دي بقى، يعني ايه الالومنيوم كويس والشركه كويسه؟ لو انا افترضت ان انا خدت في كاتيجوري ان انا خدت من شركه صغيره هو بيركب هيبقى بيعمل مشاكل في التركيب كتير، ودي بتضعف قيمه الالومنيوم او قيمته، وبالتالي ان احيانا لما تسمع كده يقول لك لا الالومنيوم لا بلاش، هو مش بلاش، هو خلينا نحط خطوط كتير تحت انا اتعاملت مع مين بالزبط. يا جماعة هو الأساس اللي احنا بنبني عليه، أنا بقول للمشاهدين بتوعنا عملائنا، الأساس اللي بنبني عليه أنا اتعاملت مع مين، ده رقم واحد. ما تقوليش أنا اتعاملت مثلا، أنا آسف طبعا في لفظ، مع ورشة أو حاجة زي كده، على رأسي طبعا كلهم، لكن الشركات هي الأمان، والشركات اللي هي سمعتها عالية تهمها مهم قوي، الاسم اللي بيساوي ملايين ده مهم، مفيش. طيب خلينا بقى نعمل كده حركه كويسه طبعا للمشاهدين بتوعنا والستات البيوت اللي بيسمعونا وبيتفرجوا علينا، امسكي ورقه يا ست الكل زي ما بيقولوا في كل حلقه، امسكي ورقه يا ست الكل واكتبي كده ورانا المميزات، او بالاصح مش المميزات، خلينا نكتب ان انت زي وانت داخله تعملي، ودي اهم نقطه علشان المطبخ ده هو بيت سيده البيت، يعني هو ده بالنسبه لها اهم من حاجات كتير جدا اصلا، يعني هو بالنسبه لها لو هي ما استريحتش في المطبخ بتهيألي هي مش هتستريح في الشقه خالص. صحيح. فاكتبي ورانا كده النقط، اول نقطه زي ما قال المهندس احمد نبيل دلوقتي، ان انت قبل ما تخشي في المطبخ او قبل ما تعملي مساحات المطبخ او مقاييس المطبخ، لازم لو انت واخده شقه نص تشطيب صح او 3 ارباع تشطيب ما تحطيش سيراميك خالص. صحيح. هو انتوا اللي بتحطوا السيراميك برضو ولا انتوا بتتفقوا مع شركه او هم بيحطوا السيراميك بس انتوا بتستموها مع بعض؟ دي انا عايز افهمها. الاول احنا بنطلع حاجه اسمها خريطه كده، ورقه بتسلمها للراجل اللي هو بيركب السيراميك، او احنا ممكن في حاجات دلوقتي جديده اسمها تجليد. تجليد يعني ايه تجليد؟ يعني ايه تجليد؟ تجليد يعني ان انا عايز ادخل روح المطبخ في الحوائط، اعمله بقى رخام، اعمله كلادنج، اعمله الشيتس، اعمله الفايبر جلاس. يعني لا ثانيه واحده، فهمني يعني ايه روح؟ مش فاهمها. يعني لما حضرتك تشوف مثلا مطبخ يعني زي الصوره مثلا المعروضه، ده مطبخ، ده ستانلس مثلا، انت مجلد ما بين الدور العلوي والدور السفلي، انت ده مش السيراميك، يعني اللي ورا ده مش سيراميك، ده مش سيراميك، ده ستانلس. ده ستانلس يعني انتوا ممكن ما تحطوش سيراميك اصلا، يعني او محدش يحط سيراميك. مظبوط. لا عشان كمان نوفر مبلغ كبير ويبقى الشكل احسن. ثانيه واحده، يعني هو انا ممكن ما احتاجش سيراميك خالص غير في الارض؟ ايوه مظبوط. لا والله مظبوط، ما هو ده الموضوع كله، حتى معظم الصور اللي احنا بنتكلم فيها. واعمل السقف بقى فوق اللي هو ممكن اعملها مثلا بالطريقه دي مثلا او تمشي مع بقى الديكور اللي لو اوبن يمشي مع ديكور ال يعني ده برضو ده مش سيراميك. ده مش سيراميك. طب ده سيراميك، ده شيتس الومنيوم بالكامل من عندنا، واخد عليه برضو ضمان. ده برضه ضد الحريق والكلام ده كله، واخد عليه ضمان، فطبعا حضرتك كعميل لازم تبقى عارف. الضمان ده كام سنه معلش؟ 10 سنين يا فندم. 10 سنين ان شاء الله. تمام. فطبعا مفيش طبعا حاجه اسمها ضمان على سيراميك اصلا، فانت هنا كسبان في كلتا الاحوال، شكل كويس، سعر اقل بكتير، لو حسبناها ورقه وقلم هنلاقي ان احنا مش محتاجين نعمل المطبخ كله سيراميك. يعني انت هتوفر اصلا من السيراميك للمطبخ ومنها المطبخ يبقى شكل جمالي كمان. يعني تقريبا في حسبه عميل انا كنت بتكلم. طب ده سيراميك انتوا عاملينه؟ ده سيراميك، احنا بنحط كل حاجه في المعروضات بتاعتنا. ثانيه واحده، يعني انتوا في القطعتين اللي انتوا بتحطوهم بتحطوا الحاجات الناقصه كديفوهات مثلا او الحتت الفاضيه بتحطوها يا سيراميك يا اما بتحطوها مع استانلس؟ رخام او اي حاجه ايا كانت. اي حاجه بقى ايا كانت من روح المطبخ نفسه بحيث تبقى كلها قطعه متكامله. يبقى انا منها خدت المساحه الكامله دي بتاعت السيراميك اللي محطوط في الحيطه. مظبوط. طبعا بالمونه والكلام ده اللي ورا منه، خدت المساحه دي دخلتها في المطبخ. مظبوط. فوسعت لي مساحه كمان اكتر كمان. وكمان عملت بقى شكل تاني، يعني عملت روح تانيه. هو ده المطبخ؟ ده المطبخ ما شاء الله. يعني حضرتك لو نركز عند الشفاط كده، لو نركز عند الشفاط كده، المنطقه بتاعت الشفاط دي كلها متجلده. الخشب ده؟ اللي هو اللي تحت الشفاط على طول. دي تمام. كلها متجلده، يبقى انا النهارده كعميل في الاول خالص لازم ابقى عارف دي اول معلومه. انا ما ينفعش اخش الشركه الا لما اكون داخل. طيب دخلت عملت وغلطت الغلطه الشائعه، ما يجراش حاجه، احنا هنحاول برضو ان احنا يعني نتطور ونعمل ونعدلها. طيب يبقى خلينا دلوقتي اول نقطه
النقطة الأولانية إن أنت ما تستلم يعني ما تعمليش حاجة خالص في المطبخ كسيراميك أو أي حاجة علشان خاطر وإحنا بنحط المطبخ أو بيتحط المطبخ، دي نصيحة، أول ما بيتحط المطبخ بنستغل كل سنتي متر أفضل من إن هو يتحط عليه سيراميك أو حاجة زي كده. مظبوط تمام؟ مظبوط. طب النصيحة التانية، النصيحة التانية بقى برضه وهي مقبلة على الزواج وأفضل حاجة ليها إيه؟ النصيحة التانية من الحاجات برضو المهمة وكل النصايح هتندرج تحتي ان الاسم ايه اللي انا رايح برضو اشتغل، يعني معلش انا اسف ان انا كلمت فيها كذا مرة بس مهمة قوي. ايه الاسم؟ لان النهاردة انا عشان اعمل تصميم كويس لازم ابقى شركة عريقة. مش اي حد بيعمل تصميم كويس. بالظبط. مثلث الحركة بالنسبة لك لازم تركزي فيه كست بيت. كتير بنعمل مطابخ وناس بتضحك علينا كتير ونفتكر ان تلاقينا كده مش مرتاحين في المطبخ. عملاء كتير طبعا بتكلمني في التليفون، احنا ليه مش مرتاحين؟ احنا مش مرتاحين عشان لما عملنا التصميم ما ركزناش في مثلث الحركه. مثلث الحركة؟ مثلث الحركة. يعني مش منطقي مثلا يكون عندي مطبخ ثلاث حوائط وحاطط كل الاجهزه في حائط واحد. صح. دي بتحصل كتير وناس كتير بتعملها. صح. في حاجه اسمها مثلث الحركه. لازم لو انا هطبخ وهقف على الحوض وهيبقى عندي الشباك بتاعي او الحاجه بتاعتي لازم يبقى عندي مثلث مدروس ومعروف اقدر اتحرك فيه. اقدر اتحرك فيه. لو انا ما عملتش التصميم، ما عنديش اليات تصميم، الوضع نفسه هيبقى في غايه الصعوبه وفي غايه ان انا حاسس ان انا متضايقه ومش عارف انا متضايقه ليه. سيبقى احنا مش بنتكلم بقى في خامه ومش بنتكلم هي الراحه النفسيه اللي في المكان. طبعا ده اساسيات تصميم، ترتيب المكان والتصميم. بلاقي الناس مش مركزه طبعا او العملاء لما بيكلموني كده بحس انهم متضايقين من الموضوع ده، هم مش عارفين متضايقين ليه. انا بقول لهم طيب احنا كده عندنا نصيحتين الحلقه دي. النصيحه الاولانيه قبل ما تعملي مطبخك وقبل ما تعملي السيراميك وقبل ما تعملي كل حاجه روحي لشركه عريقه باسم محترم تقدر تغطي لك الموضوع ده تغطيه كويسه جدا وتستغل كل سنتيمتر. طبعا. النصيحه الثانيه مثلث الحركه اللي موجود في المطبخ نفسه ازاي عشان تقدري تتحركي بسهوله ويسر في المكان وفي نفس الوقت كمان تقدري تستغلي كل سنتيمتر برده في المكان، صح كده؟ طبعا. طيب قبل ما انهي الفقره بتاعتي الشهريه بتاعتنا، احنا طبعا عندنا عرض كده لازم نعمله كل مره ولازم تدي لنا فكره جديده. ما بنسيبكش يعني ما بنسيبش الناس اللي موجوده عندنا لازم تعمل عروض. هتدينا نسبه خصم كام الشهر ده؟ احنا يعني كنا اتكلمنا مع الاداره عند حضرتك وكده ان احنا نرفع الموضوع شويه لحتى اول ثلاث عملاء هيكلمونا من البرنامج يعني ليهم خصم 40%. خصم 40%. يا جماعه بعد اذنكم اكتبوا يا جماعه خصم 40% يا جماعه مطابخ البيت الحديث. ركزوا معانا بقى. ركزوا معانا في تصفيات اهو دلوقتي. اتفضل. والعملاء الباقيين اللي بعد الثلاث عملاء هياخدوا ال 35% عادي نسبه الخصم. 35% نسبه الخصم. اللي هي ال 25% وال 10% بتاعتنا. في افكار جديده عندكم؟ طبعا كتير كتير يعني العملاء اتشرفنا في الفرع. عندنا بقى حتى غير المطابخ عندنا دريسنج روم، عندنا باب وشباك، وعندنا مكتبات، عندنا حاجات تانية هتعجبهم جدا جدا جدا. والمطابخ طبعا جوه المطابخ. جوه المطابخ كمان الكلام ده كله جوه المطبخ. انا اقدر جوه المطبخ اعمل دريسنج دلوقتي واقدر اعمل مكتبه واقدر اعمل يعني الواحد مش محتاج يقعد في الشقه هو ياخد مطبخ بس مش محتاج. مظبوط. بشكرك جدا يا باشمهندس. شرفتني. بشكرك جدا وبشكرك ان شاء الله يعني تكون حلقه موفقه جدا ليك ولينا كمان ونكون احنا قدمنا نصايح كمان كويسه جدا للي مقبلين على الزواج وازاي تعرف تختار مطبخك بنصايح جديده كل شهر. استنونا مع الباشمهندس احمد نبيل. بشكرك جدا يا فندم. العفو يا استاذ. بشكركم جدا ونطلع فاصل ونرجع تاني وما تمشوش احنا قاعدين مع بعض عشان فقراتنا كويسة جدا وهتعجبكم. نطلع فاصل ونرجع تاني.
طبعا زي ما احنا شفنا في التقرير دلوقتي، ودي نقطه مهمه جدا عندنا في البرنامج كل حلقه، ان احنا كل حد بيعمل عندنا هنا اعلانات للمنتجات الخاصه بالنسبه للشارع المصري لازم ناخد منها خصومات، ملهاش حل معانا في مصر كده، ملهاش حل. حتى ان اي حد بيجي معانا في حلقات هنا وبيتكلم في حاجات خاصه بالمنتج بتاعه لازم ناخد خصم. الخصم طبعا بتاع مطابق بتاع الاوائل، شركه الاوائل للمفروشات والمراتب العصريه طبعا 25% لبرنامج مصر الجديده. انت بس روح او انت بعت لهم رساله قول لهم يا جماعه ان انا من تبع برنامج مصر الجديده، وهم هيدوك خصم ال 25% على كل منتجاتهم. تاني، كل منتجاتهم بخصم 25% لبرنامج مصر الجديده من شركه الاوائل. ودي نقطه مهمه جدا لينا في برنامج مصر الجديده، ان احنا لازم نقدم ايجابيات ولازم نقدم مساعدات لناس كتير اللي نقدر عليه نعمله ونقدر عليه نساعد بيه. طبعا انتهت فقرتي، انتهت وحلقتي انتهت كمان معاكم، وبشكركم جدا في حلقه جديده ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. انتظرونا في برنامج مصر الجديده، وحاجه جديده، حاجه جميله، حاجه ايجابيه، حاجه نقدر نفتح بيها نفسنا في الحياة اللي احنا بنشوفها في حاجات كتير جدا. شكرا ليكم، والحلقة الجاية ان شاء الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية